الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فإن افتراء أهل الباطل على أهل الحق قديم، طال الأنبياء والمرسلين، ومن ذلك ما كان من أهل الباطل والافتراء في حق سيدنا عيسى عليه السلام، حيث يتحدث القرآن الكريم عن ذلك. يقول رب العزة: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. رب العزة يعلم السر وأخفى، ويعلم ما كان من افتراء على سيدنا عيسى، ويعلم أن عيسى لم يقل إلا ما أمره الله به، ولكن القرآن يكشف لنا عن طبيعة أهل الافتراء وأهل الكذب الذين طالوا بافتراءهم حتى أنبياء الله ورسله. يقول عيسى عليه السلام كما حكى القرآن على لسانه: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وتجاوزوا في حق كتاب الله، تجاوز أهل الافتراء والضلال والبهتان في حق كتاب الله وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم، فرموه بالشعر والكهانة والجنون. قالوا كما حكى القرآن الكريم في سورة المدثر على ما ذكره أهل التفسير في أسباب النزول، أنه من قول الوليد بن المغيرة: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، وقالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ولا شك أن ذلك قد أخذ من نفس نبينا صلى الله عليه وسلم وأحزنه أن اتهموه بما هو منه براء، ولا شيء أعز على النفس الشريفة البريئة العزيزة من أن ترميها بالزور والبهتان إثما وزورا. فقال رب العزة مسليا أو مسريا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. لا تحزن يا محمد، نحن نعلم ما أصابك ونعلم أنه يحزنك، قد نعلم إنه ليحزنك يا حبيبي يا رسول الله، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. قالوا في حقك: ما جربنا عليه كذبا، لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على قوم بمتهم. وهو القائل لهم: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وليست هذه بدعا عند أهل الافتراء، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. من قصصهم ما فيه العبرة والعظة، فلنحذر من أهل السوء وأهل الافتراء
وأهل البهتان وألا نسيع خلفهم أو نستمع إلى كلامهم أو أن ننقل ما لا نتحرى ولا نتثبت من صدقه. أسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.